السلام عليكم الخوت، معكم عمر، قناة عمر للحمام. فيديو جديد اليوم غنوريكم، غنشرح لكم شوية كيفاش بديت في الولاعة وشنو امتى بديت في التربية ديال الحمام، وهادشي كيفاش تصيبنا هاد السجنة وشحال من حاجة. يلا نبداو الخوت، بسم الله على بركة الله. المهم الخوت، كما قلت لكم غنعاود لكم كيفاش بدات قصتي مع الولاعة والحمام. المهم بديت انا في الاول ملي كنت صغير، كانت عندي شي 10 سنين 11 عام، كان كدير الحمام، كنت كنشدو يا ربي تسمح لي واحد السيد هنا، كنت كنشد ديك الساعات ما كنتش عارفو كاع هذاك اللي فيه الباقة ولا العادي البلدي، ما كنت كنعرف والو، كنشدهم كنخشيهم في الكرطونه يا ربي تسمح لي، وكنخليهم في الكرطونه وكيترونوا، وكنلقى البيض بعض المرات، كنلقى شحال ديال البيض، ديما كنلقى البيض والو، وكنحال كنت مربي الحمامه هكا كنعطي ياكل صافي، وما كنتش كنعرف ليه. المهم حيدتو، جا ذبحوه ديك الدار، ذبحوه كامل ديك الساعات، ومني ذبحوه صافي حيدنا الحمام. ومن بعد راه عاود رجعت الحمام، بعد رجعت الحمام ورجعت غير شويه، رجعت شي جويجه ديك الساعات والو، هادي البلدي ديك الساعه ما كنتش كعارف والو، شي ملي كانت عندي 14 عام. ومن ديك الساعه 2016 2017 درت الحمام انا وواحد ولد خالي وخالي، درنا الحمام ودرنا سجنه كبيره، راه لحت الفيديو شحال هادي وريتكم دوك التصاور اللي كانوا عندي تصاور، ما كانش فيديوهات، ما كنتش كندير لا فيديوهات، كنا دايرين الحمام صافي. ملي درنا الحمام واحد شويه كنا مربينه مزيان صافي، كانوا طالعين لي واحد 4 وليد زوينين زعما في المستوى، باقيناهم وكل شيء، دوك 4 وليدات ناضين. من بعد واحد النهار كانوا جي جيران لحدانا في الهيف عند دار خداتي عندهم واحد الموش، ومني هذاك ما كان غبنا على الحمام، وتعاد ما طلع عنده في الليل، طاح هذاك الموش لقى الباب محلول، دخل عند الحمام كلاهم كاملين، كلا الوليدات كاملين، وكلا شي كلا واحد الوليد باقي صغير، وكلا شي حمام صافي. بقى شي هذيك هي اللي كانت النهايه ديال صافي التربيه ديال الحمام عند هذيك الساعات، حيدت كاع وصافي صفر باش يجي.
قاعد تقزموه قاعد كما قلت لكم الخوت المهم بدي في الحمام بديت في شهر 3 في 2018 اول البدايه كانت ديال الحمام كنت خديت واحد الجوليدات صافي ملي بديت معه عند واحد الصديق عمر ومن بعد صافي اضطريت نشري شي ولاد اخرين واحد ربعه الوليدات عند واحد الدري يونس كان جابهم ديك الساعات شريتهم عندهم ودابا باقين من بعد يلا جاتني الفكره ديال القناه في شهر ماي نهار 10 في رمضان قرب رمضان ديك الساعه بقيت شي ربع ايام جاتني فكره نصيب القناه في الاول كنت كيفاش غنصيب ما نسيت ما قلت لكم كنت صيبت قناه في البدايه ديالي ديال الحمام ما صدقاتش ملي صيبتها كدا وصلت شي 300 حذفوها وما عرفت علاش تحذفات القناه وبقات كانوا فيها شي فيديوهات ديال سبوتنيك هي اللي بقى ورا الحتو شحال هادي المهم تحذفات ديك القناه عاود فقدت الامال وهادي قلت علاش ندير في ادو غندير تسين اخرى درت شي اخرى ماشي مشكل قلنا في الاول ما كان لا تفاعل لا والو كتلقى 150 في 30 في كيدعموك الدراري كمل كمل راه هذيك كمل هي اللي كتزيد دعمك باش دير فيديوهات اخرين ديك كمل خويا تبارك الله عليك هذيك هي اللي كتزيد كتدعمك باش دير فيديوهات اخرين ودير شي محتوى زوين جديد وهذاك الشيء اللي كان كيشجعنا باش نديرو فيديوهات اخرين والحمد لله دابا راه اصبحنا شي اكثر من 2000 صديق شكرا لكم بزاف الخوت المهم كما قلت لكم جا رمضان ورا رمضان مشيت سافرت 40 يوم خليت الحمام خليته في خويا تكرفص عليه مزيان ولكن ترى في شويه راه ما ضاعش الحمام المهم ما ضاعش في 40 يوم ما ضاعش خليت لهم الشر الماء بزاف خليت لهم الماء ايوا ملي رجعت لقيت الدنيا مرونه ديك الساعات عابش الخدمه ديال الصحسيه قلت لهم هنايا قديت اليوم وبأبار ما شفت السجنة ما شفت والو ديك الساعة ما فكرت ندير لا سجنة كبيرة لا والو ديك الساعة صافي ها نقدر يقول لهم هاد الشي نسيق لهم صافي ما فكرت لا سجنة لا والو فكرت كاع نحبس الفيديو من بعد جاوني أفكار درت بديت أول فيديو من رجعت في الزيارة عند واحد الدري مشيت عنده من بعد جاو الدراري قالوا لي ليش كنقول للدراري واش نديرو الزيارة هادي تا كبرات وليت كان بدات هذاك المحتوى ديال الزياره بقيت كندير الفيديوهات ديال الزياره بزاف المهم الخوت بديت بهذا الشيء ديال الزيارات وهذا الشيء طورنا المحتوى شويه ولينا كنمشيو درنا شي لعب في طلقات ديال الحمام ونحسد الحمد لله شويه نكب نديرو شي وقفات مازال ونقادو السجنه ونديرو شي حمام جديد نحيدو هذا الحمام اللي ناقص نحيدوه ومن بعد نشوفو دابا مع القرايه وتما كتساليش كيبقاش لك الوقت وشكرا لكم اللي كيدعمونا كاع الدراري اللي كيدعمونا بلي لايك ولي جي ولي كومونتير ديال التحفيز كمل اخويا راه كتزيد تدعمني اخو كتزيد تدعمونا بهاد الكومونتيرات ونتمنوا التوفيق من عند الله ومن عند الجميع التوفيق لكل شيء ان شاء الله الخوت وشكرا لكم بزاف سير تصور كندير فيه ولا سير صافي راه صار دير
والله دابا تدرول لك فاش تجي نغدر نبيه اش بيس اش بخي تاري ايو سنوية سير دابا دور دابا دور دور دابا غدور البيضة صغيرة